مرحبا، أنا جولمينا يالدز، أدرس في قسم اللغة الفرنسية وآدابها في جامعة باموكالي. أنا طالبة في السنة الثالثة. تقع كليتنا في الحرم الجامعي الرئيسي في كونوكلي. نحن نأخذ على الأكثر دروس الترجمة وعلم اللغة والأدب. إلى جانب ذلك ندرس لغتين أجنبيتين على شكل خيارين مختلفين، وهما الألمانية والإنجليزية. هنالك دروس اختيارية يمكن للطلبة اختيارها في كل فصل دراسي. من الممكن العثور على فرص العمل في العديد من المجالات مثل الترجمة وتعدد اللغات في الشركات الدولية والعمل في الصحافة والمؤسسات الإعلامية ودور النشر والتدقيق اللغوي. كان لدي اهتمام كبير بالأدب منذ صغري. إلى جانب ذلك زاد اهتمامي باللغة الفرنسية والأدب الفرنسي كلما مر الوقت، ولهذا السبب أردت اختيار هذا القسم. في البداية كان السبب في اختياري بأنني أوليت اهتماما إلى أعضاء هيئة التدريس الذين كانوا أكثر تأهيلا من الجامعات الأخرى، وكذلك وجود مشروع تبادل الطلبة بين الجامعات إيراسموس في هذه الجامعة، ووجود العدد الكبير من البلدان ضمن مشروع إيراسموس، وفرص الدراسة في فرعين أو قسمين في آن واحد، والخيارات العديدة في المجالات الاجتماعية بالجامعة، ووجود العدد الكبير من الجمعيات الطلابية كان السبب في تفضيل جامعة باموكالي. على الرغم من أن الفرص المقدمة لقسمنا عالية جدا، ولكن في البداية كان دعم أساتذتي والفرص التي يوفرها مشروع إيراسموس الذي وفر الفرص والإمكانيات المادية والاجتماعية للجامعة، ووجود المكتبة الغنية بالمصادر كانت مفيدة جدا بالنسبة لي. يتمثل هدفي بعد التخرج بإعطاء الأولية في التقدم في المسار الأكاديمي من خلال إكمال دراستي في الحصول على الماجستير والدكتوراه. بالطبع ساهمت الجامعة في تشكيل مسيرتي المهنية بما يتماشى مع اهتماماتي الفردية. إذا تحدثنا عن قسمنا، يمكنني أن أوصي للمرشحين بأن يحبون الأدب وأن يحبوا العديد من الأشياء المتعلقة بالفن، وفي نفس الوقت أن يكون لهم رغبة قوية للتعلم لغة جديدة. أتمنى التوفيق للمرشحين الذين سيدخلون امتحان القبول الجامعي. أوصي اختيار جامعة باموكالي العريقة لجميع المرشحين.